مرة أخرى رحب بكم مستمعينا، أهلا وسهلا بكم على موجات غاديو إي إف إم، أحلى غاديو. نرحب بالمخرجة نور، أهلا وسهلا بكم التحقت بينا توا. وباش نواصل مع سي كمال الفرجاني مدير مهرجان قرطاج، برشا برشا أسئلة الحقيقة كنا نتمنى يكون موجود معنا في البلاتو. سي كمال بعد إذنك، أهلا وسهلا. بعد إذنك بلي، عندي بعض الأسئلة يليت بإجازة تجاوبنا عليهم. مثلا فما عروض ما أغلبية الناس ما عرفوش شكونهم، يساجي دو كي لشكون باش نمشيو، وعلاش هما وعلاش مش غيرهم. مثلا المهرجان العالمي لألعاب الساحر، شكونوا هالمهرجان هذا؟ الفنان العراقي سيف نبيل ورحمة رياض، شكونهم؟ والفلسطيني فرج سليمان، شكونهم هذو؟ مش نعطيهم مهرجان كرتاج فرج فرج سليمان، عندها شكونهم هذو نعطيهم مهرجان كرتاج؟ مش مثلا زيد حفل تكريم فنان جزائري الكبير ربح درزياس على راس نوعينا ونحبوه ونعشقوه، أما مش فما فنانين توينسا هما أولى بالتكريم هذية في مهرجانهم؟ هل الأسئلة هذه كل تتسأل سي كمال ونحتاج الأجوبة؟ معقولين أسئلة معقولة، أنا منهجيا مش نحاول نجاوبك على تساؤلات كذية الكل بأكثر عمق وأكثر منهجية. يعني البرمجة الفنية لمهرجان قرطاج الدولي في دورة 56 هو مهرجان حاولنا باش يكون فيه تنوع، والتنوع ذي ماذا حاولنا أيضا باش يكون معاه تميز على مستوى المادة الفنية التي ستقدم على رقص مهرجان قرطاج الدولي. وقت نقول تنوع معناها ماذا بينا يكون ما على معناها جميع الاتجاهات الفنية تكون موجودة بمختلف أنماطها، مع على سبيل المثال الموسيقى التقليدية، الموسيقى الروحانية، الراب، الجاز، وغيره من الاتجاهات. ثم انه حاولنا باش تكون في البرمجه هذه برمجه فيها معناها نجوم الفن التونسي والعربي، وفي نفس الوقت ثم دور يقوم به مهرجان قرطاج الدولي على مدى يعني سنوات طويل، هو انه يعرف بال الفنانين الشبان ويفتح لهم المجال عسى ان يكونوا بطبيعه الحال مش اي فنان، على عسى ان يكونوا نهار من نهارات نجوم من نجوم الغناء. انتم كنتوا تحكيوا على الفنانه الكبيره اللبنانيه ناجده الرومي وقت اللي اعتلت كانت اول مره قرطاج الدولي، كانت انتقادات كبيره واحد وكذا، ولات فنانه كبيره وتوا ماناش قادرين حتى باش هي المرحله مش هي سي كمال، المرحله مش هي اليوم احنا حبك تفكر يعني ما معنى مرحله يعني وقتها جازف، وقتها سي فرحات وقتها وتعرض سمحني وتعرض ليه وتعرض لبرشا انتقادات في الفتره هذيك، دونك هي من بعد ولات فنانه كبيره ومشهوره. وكان على صواب ولا لا؟ كانت تقديراته في محلها ولا لا؟ لا والله فما برشا اللي يقولوا عكس هذا، راهو اللي معناتها كانت تنجم هي تولي نجمه في بلادها ومن بعد تجينا تونس. كمان لك الرؤيه بعمق، على اساس انه مهرجان قرطاج معناها مهرجان من دوره ومن واجبه انه ياخذ بيد معناها الفنانين الشبان اللي يستانس فيهم انهم ينجموا يكونوا في المستقبل معناها مشاريع متاع نجوم كبيره ويفتح لهم المجال. ثم انه من الحاجات الاخرى انه مهرجان قرطاج صحيح هو مهرجان بلوري ديسيبلينات، لكن يقدم في نفس الوقت بعض العروض اللي هي يمكن 80% من البرمجه تكون برمجه غنائيه موسيقيه صحيح، لكن تمام ما يقارب 20% تكون برمجه يعني فيها عروض فروجاويه رقحيه. وهنا يندرج مثلا فيستيفال مونديال دو لا ماجي اللي انت سالت عليه، باش نجاوب. فيستيفال مونديال دو لا ماجي هذا معناها عرض مهم، عرض فرجوي باش يتم معناها جلب اهم معناها السحره والالعاب السحريه في العالم، من كوبا، من الصين، من اسبانيا، من ايطاليا، من فرنسا، من غيرهم من البلدان. ولذلك معناها سيتون بروميير في تونس،
ومن الحاجات ايضا اللي احنا عملنا عليها وحبيناها تكون موجوده في البرامج الفنيه هو انه اغلب معناها ما يكون معناها ما العروض ما تكونش مجطره، لانه توا نحطوا ماجد الرومي وكاظم الساهر وما اعرفش انا يعني ونور مهنا وشيرين وغيرهم معناها ثانيين. والله سي كمال سامحني، نور مهنا مثلا نور مهنا شنو عنده نور مهنا؟ دقيقه ما انت نجم عربي هو ما يخدم كان في تونس نور مهنا توا. معناتها كنا نجموا نعوضوه بفنانين بثلاثة أربعة من أحسن ما عندنا فنانين نعطيوهم عرض في كرتاب. احنا إذا كان أنت درست مليح البرمجة تلقى اللي البرمجة هذه انتصرنا فيها إلى الفنان التونسي من ضمن 33 عرض، ثم ما يقارب ال 15 عرض تونسي، يعني أنه حاولنا نص 45% معناها من البرمجه التونسيه بطبيعه الحال مهرجان قرطاج ومهرجان دولي وما نجموش معناها الامتياز هذا ما يكونش موجود، دونك حاولنا الى اقصى مدى باش يكون ثم حضور الفنانين التونسيين. من الحاجات المهمه ايضا في البرمجه تكريم ربح درياسه مثلا، انت قلت تكريم ربح درياسه، علاش ما نكرموش ما تفطمتش اللي يوم 22 جويليا هناك حفل اسمه أنغام في الذاكرة، سيتم فيه تكريم الملحن الكبير محمد رضا، مش عبد الرحمن، عبد الرحمن العيدي. فوالا دونك سيتم فيه تكريم الفنان الكبير الملحن محمد رضا والفنانة سلاف والشاعر المهم أحمد الزاوية وعازف الكمانجا البشير السالمي. واحنا ماذا بينا هذه تكون عادة موجودة في قرطاج، أنه كل سنة نكرم ملحن وشاعر ومطرب وعازف، ولذا تكريم الفنانين. أي سي كمال يا حبة ذا يكون حي الفنان ويجي يكرم روحه بفنه بإبداعه. نحكيو لهنا على الهادي حبوبه، غدوه الهادي حبوبه الله لا يقدر بعد عمر طويل كي باش يقصد ربي ويموت، ونقول الله يرحمه كان يا حسره علاش ان شاء الله اكيد ربي يطول في انفاسه، نقولوا والله كان فنان يا ريتو كان عمل خساره ما عملنالوش، ومن بعد نجيبوا نحن فنانين يغنيوا له غناه ونكرموه في كرتاج بغناه من فنانين اخرين، علاش ما يجيش هو؟ علاش ما يكرمش روحه هو؟ سامحني هذا دقيقة، احنا قلنا باش نكرموا فنانين اللي هما على قيد الحياة، وكنت نذكر لك فيهم وقلت لك ماذا بينا هذه تولي عادة في كل سنة يتم تكريم ملحن وشاعر ومطرب وعازف. سي محمد رضا مازال موجود بالطبع. أنا ما نعرفش علاش نحب نرجع لحفل تكريم الفنان الراحل ربح درس، أنا باش نعاود نرجع له. علاش؟ باش نجاوبك. هل في مثلا يكرموا غاديكا احنا علي الرياحي، ولا يكرموا حبوبة، ولا يكرموا واحد من فنانينا الكبار؟ باش نجاوبك علاش. بالنسبه لنحنا مهرجان قرطاج الدولي، اذا كان انت لا يخفى عليك وعلى جميع الساده المستمعين انه احنا معناها نستقبلوا ما يقارب مليون سائح جزائري في تونس. ومهرجان قرطاج وغيره من المهرجانات الحمامات وغيرهم ياخذوا بعين الاعتبار الاخوه الجزائريين واهلنا من الجزائر. كضيوف في تونس ونفكروا في البرمجة بتاعنا على أساس أنه هو من رواد مهرجان قرطاج الدولي، لذلك علاش تم عرض جزائي بحثي هو يوم سيتم معناها إنجازه يوم 5 أوت لجناوة ديفيزيون في جزء ومجموعة لباس في جزء ثاني، وهو عرض لفنانين ومجموعات فنية جزائرية. ثم عرض ثاني درياسيات هو يندرج في التعاون الدولي المشترك بين تونس والجزائر، لانه يعني مساهمه فيه الدوله الجزائريه، يعني العرض هذا درياسيات سيتم فيه تكريم معناها فنان جزائري لكنه في نفس الوقت هو فنان مغاربي وعربي معروف، فهمتني؟ وسيتم المشاركه فيه من طرف لطفي بوشناق وشيرين اللجمي من تونس الجانب التونسي، وعبد درياسه ابن الفنان الراحل رابح درياسة ومنال الغربي من الجزائر، ولذا هو عرض يندرج في الشراكة بين تونس والجزائر.
داكور. انا عندي سؤال اخير سي كامل. انت حكيت على العبيد اللي كرتاج نعطيوهم ساعات الفرصه باش يطلعوا كيما حكينا على ميج الرومي والكل. هوني في تونس عندنا دي جون ابارامون يستحقوا برشا. عبيد سالوا على جونيس في تونس ما مش ماخذين بتيتر فرصه في كرتاج. نحكيو على كريم الغربي. ماكمش قارين البرنامج. لا فما ريت فما اما نحكي على اسامي كيما في المسرح. عندنا كريم الغربي، محمد علي التونسي، صابر سيزار، برشا عبيد سنين عملوا مسرحيات نتاعهم وكانوا ينجموا ياخذوا فرصه معناها باش يبروموتيو رواحهم والمسرحيات نتاعهم في كرتاج. لازم يكبروا باش كريم الغربي ما يبروموتيش. كريم الغربي حتى كان سي كمال يسامحني الفنيا المسرحيه النقاد الكل شكروها حتى امور معناها حتى كي نحبوا نحكيوا انتاجين بيع تيكيات ويدخل فلوس المهرجان. كريم الغربي يعبي كرتاج حب ولا تكره اليوم ماهوش موجود. اي نعم. دونك برشا تساؤلات سي كمال معناها محتاجه اجابه ونعرف اللي من موقعكم معناتها موقعكم حساس معناتها شفت. ايوه لا انا يعني نكلم فيكم بكل اريحيه. اسمع احنا تو مهرجان شنو معناها؟ مهرجان فيه عدد معين من العروض. انا ناكد لكم اللي العروض اللي جاتنا والملفات اللي جات فيها الكثير من العروض اللي كانت نجم تكون تتبرمج في مهرجان كرتاج، لكن معناها ما نجموش نبرمجوا العروض الكل في اللي احنا عندنا عدد معين من السهرات ولا بد من الاختيار. وفي الاختيار معناها ماهوش علم صحيح هذايا واحد مع واحد يساوي اثنين. احنا قمنا يعني باختيارات معينه حاولنا باش يكون تم معناها اكيليبر في البرمجه، لكن العديد من الفنانين ربما اللي هم مش مبرمجين لا يعني ذلك انهم ما يستاهلوش اعتلاء روح ركع قرطاج، اما لكن احنا عندنا عدد معين من السهرات لازمنا نختاروا معناها عدد. وبالنسبه للفنانين الشبان انا راني نسمي لكم تم حيدر حمدي، تم اي شفنا في الاغنيه موجود، تم نور وسليم عرجون، تم جولترا ساوند سيستم، تم العديد من الفنانين شبان، تم اللي هما سيعتليوا ركع مهرجان قرطاج. انا جوست حكيت على عروض المسرحيه تقول لي كان هما بركه نقول لك لا، تم مع بعض الفنانين الشبان وغيرهم وربما حتى بعض النجوم اللي هما باش يكونوا غايبين في البرمجه هذه لانه ما نجموش نحطوا. يعيشك سي كمال، ميرسي بوكو. يعيشك سي كمال فرجاني مدير مهرجان قرطاج على التوضيحات. من بعد في الفار مازال عندنا مهرجان اخر مالوغوزمون انسحب الغى عروضه الكل وهو مهرجان عريقته نحكيوا عليه بعد في الفار مع عهد. اي اف ام انتم تسمعوا في وقيت بيا. مع بيا الزردي. على اي اف ام احلى راديو. 10:24 دقيقة. اهلا وسهلا بكم على راديو اي اف ام احلى راديو. اهلا وسهلا شيف. مرحبا بك سي محمد. اليوم عاد باش نحكيو على المدفونه وما ادراك ما المدفونه. قبل هذا باش نمشيو للمارشي عاد خلينا نعرفوا الاسوام خاطر السلق والمعدنوس و و و هذاك الكل لازمنا نعرفوا اسوامنا بعد العيد. شاحت الدنيا بعد العيد، الناس الكل مشات تعايد. دونك رجع النشاط للمارشيات والخيرات موجوده ان شاء الله. سهسوا اهلا بيك. بونجور. مع السلامه سهسوا. مش نسمع فيها سهسوا. الصوت. اهلا سهسوا مرحبا. تسمعوا فيا هكا وين؟ اي سي بون نسمع فيك توا. اهلا بيك. دونك انت سهسوا وين؟ في مارشي المرسى. انا في مارشي المرسى. شنو شغل من طولين؟ لاباس عليكم؟ لاباس الحمد لله. محلاك محلى الموف اللي لبسته. عايشك يا حي ايامك. عايشك احنا لهنا في الشيخ. داكا نفجع على الالوان الزينه اخضر النعناع قاعدين نتفرجوا في النعناع والورد والورود محليها منوره. جيب لي ماذا بيا على الورد اليوم؟ عندي لكم باش نهز بوكي ورد كبير. داكا الصوت مش واضح مليح سهسهره.
صوتك يتقطع شويه دونك حاول هكا تشوف بلايصه فوالا. باين لازمنا نسمعوك توا شو تبارك الله الخيرات شايف في في المارشي كل شيء موجود ما شاء الله. مشينا للخضره الحركه موجوده من مين فينا الغله أكثر من قدرة لحيفة عن تعرض شابي ونسيبهم في الخلافين فأنا ومعني فأنا الأنزاج الصغير كين تعب وهدية حديثة مجلال وثمانية مين نحاول لعنب مشي على ثمانية دينارات ثمانية دينارات لعنب أي الكرموس يتباع على 6900 نزاس هدية ما نحكيكمش بنا اللي فيه نزاس مصر إن شاء الله اي نلقاوها يتباع على 15 دينار عزاز بوكدمة الكرموس 6900 الخوخ يتباع على 5600 الخوخ احنا ضفناه وهي حاجة عسل للحق قلنا العنب 8500 السنيت 5000 وتبقايا مغاد يتباع على 5600 البرتقينة ذاك ما عرف وقت 3000 مغاد دونك الاسوام تقريبا رجع كيما قبل العيد شويه متقاربه الاسوام كل شيء موجود الخضره موجود خيرات ربي قاعدين نشوفوا الفلفل الطماطم البصل الغله ساعه 8 دلع 5000 العوينه الكعبه الكيوي قديش يعني الكيوي دينار 950 غالي ياسر لوبيا الخضراء بالله لوبيا الخضراء لوبيا الخضراء نقاوها 7000 7500 تيجي نعملوا طالع نقاوها البيتنجان على البيتنجان على برشا قليله الصينيه على 5000 فرنك ب 5000 فرنك نقاوها على 5 دينارات دونك كل شيء موجود سامحني ساسوها الصوت مش واضح فما برشا تقطيع في الصوت دونك اللي حاب يمشي للمارشي اليوم راهو شبع خضره وشبع وبحليها فريشكه ظاهره قاعد نتفرج في التصاور فريشكه جديده تهبلها نشوف اللي تو نشوف الخس الحركه رجعت شلا ديما موجوده الحركه اما الاسوام زاد كيف كيف رجعت مشطه ربي مع المكتوب التوينسه انا شكرا ساسوها يعطيك الف صحه شكرا ليك مش سهل خدمة سهسوها في السخانة هذه شايف دونك احنا اليوم شو نحكيه على المدفونة يلا نبدأ أول زين. شيء نارك مبروك نبدأ نقصوا الخضرة ساعة مرحبا ديما في الأطباق الصعبة شوية تحذيرات الأولية في بنسير تحذير الخضرة وتنظيف الخضرة وتقصان وكل شيء وبعد بالنسبة للمدفونة فما حاجة تطلب بشوية وقت هو البويون متاع الخضرة شنو هي خضرة نحضروا الخضرة بصل نقشروا بصل نقشروا الثوم السلق والسبناخ وشوية زيادة إذا كان لازم حاجة أخرى معناها كيما الخضرة نعطي شوية كيما قلت شوية كيما قلت خطرية ورقتين وشوية زيادة كزبر حضروهم كل ونحضروا البويون اللي هو ساق مغلية في الماء مع شوية رند وزعتر ساق بقري ما مغلية في الماء مع شوية رند وزعتر وبصلة وثومة وإذا كان لازم طرف كلافس باش نعطيوها نكهة شوية تفويحة صحيح ونعملوا فمش كون يعمل ساق خاطر العظام تاع الساق يعطي نكهة يعطي نكهة بتبقى معروفة هي المدفونة يزم ساق بقري الجلدة تعطي نكهة أقل شوية من نحضروا البويون هذي متاع الساق اللي هو الهرقمة وبعد نحضروا الخضره نقصوها السبلاخ والسلق مقصوص جويد مغسول بالقدا غسلة باهية وبعد نجدوا السلق هذاك بعد ما نعمل البويو نجدوا السلق نقليوها في الزيت بشوي خليه يستقطر بالقدا ساعة نحى الماء نتاعو بعد ما نشفوها شوية بالتنشيفة باهية وبعد ناخذوا بشوي في زيت سخون كل مرة نحطوا شوية سلق ولا السبناخ نقليوها بالقدا يولي مارون مش محروق من غير ما نحرقوه خاطر يمرنا كما قلت انت تبارك الله عليك عندك تجربة دونك نقليوها حتى تبدل اللون بدل اللون اكاو
ونسقطروه زاده من الزيت بالقدا وبعد نرحيوه بعد ما يتعمل لي طرحه ولا نهرسوه ولا نهرسوه وبعد ناخذ المرميطه اللي ما نساو زاده اللوبيا يلزمها تكون منفخه لافي نطيبوها فما اللوبيا تبدا ذوب نحطوها في وسط الصوص وفما ماذا اذا كان لازم نطيبوها حدا ونصبوها بالماء نتاعها بالماء نتاعها باش نخليو القوام نتاعها باش نتاكدوا من اللي اللوبيا تبدا معناها ذوابه بعد ناخذ مرميطه نعملوا بتيت صوص صغيره فيها بصل ومعدنوس ونحط شويه طمطومه طماطم كونسونتري شويه معناها للنكهه وبعد نمرق الصوص هذيك بالبويون وما ننسيوش لي بوليتك الكعابر نتاعنا اللي نحضروا بوليت كالعاده البوليت نتاعنا بالنعناع والتابل والفلفل والواحد وكل شيء ونكعبروهم نكعبروهم بالكدا اكل اللي قليناه المعدنوس والسلق اللي قليناه هذاك من بعد نسقيوه بالوحده نعملوا مرقه نعملوا صوص عملناها ما قلنا عملناها ونصبوا عليها البويون ونصبوا البوليت فيها تكمل تطيب فيها البوليت ونطيبوا اللوبيا زاد كيف كيف كانت بعد ما تطيب صبوها زاد بالمرقه نتاعها ونخليوها على نار هافته سله اللوبيا موجوده والبوليت موجوده والبويون موجود والسلق والسبناخ موجوده تخليوها تطيب شويه سله حتى لين هي طايبه هو كله طايب حتى لين يطلع يقر الزيت نتاعها يقر الزيت نتاعها بنسير بعد الكونسرفاسيون نتاعها نجمو نحطوها زيدا في دي باركيت معناها في الكونجيلاتور كان نجمو نكونسيرفيو وتقعد سا سكونسيرف وسينون ندريسيوها في لي بول الله الله عليك وفما اللي ما يحبش سامحني البويون نجمو ما نحطوش بويون نتاع الوحده ما نحطش هرقمه تولي ما نحطوش هرقمه تولي مش اسمها متونه تولي مرقه كحله مثلا مرقه سبناخ يقول لك ايه مرقه خضره يقول لك الهرقمه ياسر قويه ما نحط اما ما نسميوهاش متفونه نسميوها مرقه كحله بلاش الهرقمه لا نخلينا نسميها مدفونه خليها مدفونه شفت انت كي تقولها باش نعطيك مدفونه ديجا في مخي انا باش ناكل المدفونه لازمها تكون مدفونه باللي كونديسيون داكوغ في عوض الهرقمه نجمو نعوضوها بطرف الحم نعم نغليو الحم في الماء ونفوحوه ونسقيوه بجينا قويه شوي والعظمه نتاع بقرين والعظمه كهو نتاع البقر العظمه نتاع بقرك الفمير نغليوها ونمرقو بها فوالا مش لازم بالقصبه معناها اذا كان انت ما تحبش القصبه وريحه القصبه دونك شكرا ليك شيف يعطيك الصحه اكل مدفونه يا جماعه اعملوا كيما قال لكم الشيف وانا ناكد لكم انا طبيخه ماهره نسمع فيه توا قلت كهو باش تجي مدفونه صلي على النبي نعرفك ماهره في كل شيء والماهره بحذانا ملكة توا الماهره مع الصغيرات فقره وقيت صغيراتنا ألوك أهلا بيك مرحبا دونك ملك احنا حكينا على موضوع ملكة حكينا على موضوع ياسر مهم اللي هو العلاقة الجنسية بدينا بالفترة الأولى الصغيرات من عامين 3 سنين لأربع سنين والبارح انتقلنا للمرحلة عمرية أخرى من 5 سنين 6 7 واحد من 3 سنين دونك توا باش نمشيو للأدوليسون توا باش نحكيو على البريادوليسونس لابريادوليسونس احنا حكينا كما قلت انت على المراحل الكل في التربيه الجنسيه للصغار اذا كان عملنا المراحل الزوز اللي حكينا عليهم البارح هو البارح عملناهم بنجاح اللي هما من 0 لعامين ومن 3 ل 6 سنين نجحنا فيهم وحضرنا صغير مليح فباش تكون المرحله هذه سهله علينا ماهيش باش تكون صعيبه اذا كان ما عملناهاش قبل مثالش ديما باش نقول احنا نبيع عمره ما كان مخر كل شيء يتصلح هذا هو المرحلة هذه هي احنا نسميوها مرحلة ما قبل المراهقة مرحلة الهدوء والاستقرار النسبي برشا يقول لك ليه صغيري في العمر هذا ماهوش هادئ ماهوش كالم كل صغير هو حالة منفردة مثلا مش صغير يشبه للآخر نحكي احنا عموما في العمر هذايا هو فهم الهوية متاعه اما احنا توا في تأكيد الهوية ذكر والأنثى أنثى باش نركزوا مع صغيرنا في طريقة لبستو في طريقة قعدتو في طريقة مشيتو ونشوفو زادك في طريقة كل شيء في الصوت هنا ما ننساوش ان المرحلة هذه باش يبداو يحضروا لسن البلوغ ونبداو نحضروا فيهم معناتها مش نحكي مش من 7 سنين ما قلنا احنا من 7 ل 11 معناتها ثم اللي باش يبداو في 10 سنين يبداو يحضروا هذيك مهمة برشا باش نبداو نحضروا فيهم مش نجينا في العام هذاك نحكي من قبل
نحضرهم للبلوغ وتنعملوا نهار نحكيوا فيه بالكدا بالكدا راك باش تتعب برشا معاه اذا كان انت ما حضرتوش. انت تحضروا خاطر هو كيما قلنا اليوم عندنا احنا مش كيما كانت الصغار قبل. اليوم جيل في يدهم سمارت فون، في يدهم التليفون، التلفزه، ينجموا يفركسوا على الاجابات وحدهم. احسن حاجه وقت تبدا ثم حوار ما بينهم بين الوالدين ويحكيوا في كل شيء. في مرحله التاكيد على الهويه ثم مرحله النظافه الشخصيه اللي داخله زاده في التربيه الجنسيه واللي هي حاجه مهمه جدا. علاش؟ على خاطر في مرحله المراهقه يفدوا من النظافه ويعيوا وخاصه الاولاد مش مغروم برشا معناتها بالنظافه الشخصيه، فاحنا نبداو نحضروا فيهم. راهو النظافه الشخصيه تحميك من برشا حاجات، تزرع فيه مبادئ النظافه الشخصيه اليوميه اللي هي ترى تحميه من الالتهابات في اعضائه التناسليه. هنا ما عادش احنا في مرحله الخيال وانه يتخيل في حاجات وماهوش فاهمهم. توا سيفهمنا، توا وصل للوعي، توا وصلنا للوعي وفاهم شنو كل حاجه. فهمها انت تأطروا مليح انه الحاجات هذيه اللي تفرش فيها والا اللي شافها على العلاقات الجنسيه راهي حاجات ماهوش باش ينجم يعملها توا، راهو حاجات مازالت سابقه لاوانها، راهو مازال صغير، راهو بدنه قاعد يكبر. صحيح هو يكتشف في بدنه يفهم فيه، اما راهو عندنا وقت معين تو يصير هذايا الكل. توا ما عادش باش يتسائل اسكو امي وبابا معرسين ولا لا، امي وبابا معرسين وفاهم ان شنو اللي يصير. اي انت فاهم عزيزي، انت فاهم عزيزتي، اما راهو تو كل شيء في وقته. فما حاجات اللي ما تنجمش تحميه من الفرجه كما قلنا في التلفزه، باش يتفرج وباش يشوف. وقت اللي باش يشوف باش يجي يحكي معاك، لا لا باش يجي يحكي معاك توا اوزي باش يجي يتقدم في السؤال. لا نجم ما يحكيش. لا اذا كان انت قلت لك بنينا علاقه نتاع حوار، انت كان جاي يحكي معاك والا حتى كان ما جاش انت امشي احكي له. احكيو تناقشوا فسر له. ديما نقولوا احكيو راهو كيما البو كيما البو كيما الام. الام ديما فما يقول لك علاش الام علاش تنجم تفسر له بالتفاصيل ولا هكا لازم تفسر له بالتفاصيل. لازم تفسر له بالتفاصيل في العمر هذايا. ديما نحكي كي قلت من 7 لل 11 سنه، مش كيما نحكيو مع 7 سنين مع 8 سنين مع 9 سنين. كل عمر نبداو نقدموا بشويه بشويه ونجاوبوا على الاسئله نتاعو. هنا الحاجه الاخرى اللي قلنا احنا ديجا بنيناها من قبل اللي هي الاستئذان، انه يستاذن، انه يتعلم انه انت عندك خصوصيه وهو عنده خصوصيه. انت هنا تنجم انت نهار كأم ولا كابو حليت باب البيت تلقى صغيرك قاعد يتفرج في حاجه اللي انت تراها. بون مادام ما استاذنتش دونك شنو ندخل باش ندخل على غرايا شو باش نعمل؟ مش باش نعمل عرك باش نبرد الدم. يقول لي شبيك ما استاذنتش؟ نقول له تقول له انت قول له الدكتوره ما لا لا انت باش تدق لا لا انت باش تقول لك شبيك ما استاذنتش باش تحاول انت تلف الحكايه خاطر انت في الاخر الاوبجيكتيف نتاعك في حمايته صغير باش تحكي معاه لا هي باش تصير لها عركه ولا باش تصير استفزاز ولا باش تصير دوسمون كالمومون عايش ولدي راهو كل شيء في وقته. باش هنا راهو ثم الصغار في المرحله هذه عملوا برشا صحاب وصحاب كل واحد شنو حكايته. مش صحاب الكل اللي باش يقابلهم في المكتب ولا في الكلوب اللي هو يعمل فيه ولا في الحومه اذا كان يلعب في الحومه. لا ردوا بينا من الاصحاب اللي يجيو عبر شبكه التواصل الاجتماعي الفيسبوك. ميرسي 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 على النقطة هذه. انت اليوم ثم برشا امهات واباء تدخل ترقد في الليل ويدخل يرقد ويخلي التليفون في يد الصغير ونحكي على سمارت فون. معناتها انت كي مخلي له التليفون سهر به في الليل وانت راقد كيفاش يجيك النوم؟ خاطر راهو معناتها هو كيما قلنا متساؤلات هذيك باش يكتب هو في الموتور دو ريشيرش باش يكتب حاجات. هذيك الاسئله هذيك باش تجيب له اجابات وباش تهز المواقع اللي ما لازموش يمشي لها. المواقع هذيك ينجم اللي احنا قلنا خايفين منه في الديريكت البارح، اللمسه الخايبه واللمسه الباهيه والعباد اللي تنجم تتعدى عليهم والتحرش. ثم عباد راهم يبداو يصطادوا في الصغار في العمر هذايا على المواقع. فانت وماذا بينا التليفونات ما يقعدوش عند صغار وباش نعاودوا نحكيو فيه بيا. واذا كان احنا لقينا صغيرنا حكي نفسروا له راهو ثم عبيد راهم باش يحكيو معاك راهم كبار راهم الناس هذوما ما يحبولكش الباهي راهم باش يدوروا هاو اللي اختار عايش ولدي هاو اللي اختار عايش بنتي. ونعطيوه امثله شنو صار لفلان شنو صار لهذيك شفت الحكايه اللي صارت راهو على خاطر التسيب على خاطر نفسروا له نفسروا له التحرش لازم يتفسر معناتها في العمر هذا يتفسر بالتفاصيل بالتفاصيل اما على حسب عمره. دونك احنا غدوه مازلنا باش نوصلوا فيه مسلطنا عليه الناس الكل الحمد لله تفاعلوا معاه وقالوا موضوع به وان شاء الله نكملوا فيه. ميرسي توا باش نمشيو نعملوا جو توا مع وائل اللي باش يفرهد لنا بدناتنا شويه في وقايه سبور.
وائل. وائل اهلا وسهلا، مرحبا بك. اهلا بكم. دونك وائل، شنو 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 المنطقه المهمه في بدننا اللي هي باش ترتاح ناس اليوم؟ باش نحكيو على المولي اللي هي تعمل ايكيليبر الفقره نتاع الساق. صحيح، خلينا نفسروا شويه. اي الفقره، عضلات الفقره نتاع الساق، عضلات فوالا. دونك اي مسكل في البدن راه عنده رول تري امبورطون، معناتها عنده رول مهم على الاخر في في البدن. المولي هي اللي تعمل ايكيليبر نتاع وقفتك، مشيتك، لاكوي نتاعك، كل شيء. دونك لازمنا نعملوا لها رانفورسمون، ما نحقروهاش، خاطر برشا عبيد ماهيش تتلفت للمولي جمله، معناتها يخدم ساق وبدن الكل. دونك كي تبدا المولي الفاره نتاع الساق تبدا تعبه، ضعيفه، تبدا ضعيفه، تاثر على البدن، تاثر على البدن الكل. دونك دونك لي زيكزيرسيس باش للمولي شنو؟ جبنا دو زيكزيرسيس كيما باش نشوفوا توا. ليكزيرسيس الاولاني انك تقف وتحاول تطلع على البوان دي بي ام تاعك، تشد 3 سكوند وتهبط، تعاودها 10 فوا 10 ريبيتيسيون. تنجم تشد في حاجه بخاطر تشد في حاجه باش ما تضيعش ليكيليبر، تشد في حاجه وتقف على السوابع ساقيك وتعاود ترجع وتطلع وتهبط وتهبط القدم تاعك للقاع. كي تطلع شد 3 سكوند ونعاود نرجع، تعاودها 10 مرات في 3 مرات كيما العاده. نخدموا 10 ريبيتيسيونات، نرتاح 10، نرتاح 10. وفما انا زيد دوزيام اكزرسيس اللي هو زيد سهل على الاخر. نقعد على كرسي ولا نقعد على اي حاجه. ناقي نحط سقية على القاعة، نطلع كيف كيف على سوابع سقية ونعود نرجعهم. لا لا، شفت حتى واحد في بيرو قاعد ينجم نجم تعملهم وحدك، حتى انت تحكي مع عبد وكل تنجم تخدمها. تنجم كيما قلنا وقتها تشرب كرشك وانت قاعد. صحيح، هي تعملهم كونتراكسيون، هو الانترينمون كله تكبس الزون اللي حاجتك بها، معناها تعمل موفمون وتكبس الزون اللي حاجتك بها. هو انت كي تكبس اي بلاصة في بدنك راك انت قاعد تعمل لها في اكزرسيس، قاعد تعمل لها في كونتراكسيون اوتوماتيكمون باش تقوى الفازا، تقوى المسكل هذاك وكل شيء. دونك الاكزرسيس هذا سهل على الاخر، تنجم تعمله في الدار ولا قاعد على الكرسي ولا اي حاجه. نتلهيو ببدننا ونتلهيو برواحنا. ميرسي وين. وان شاء الله لاباس. والله قاعده نسمع في كلامك، راه كي نروح بعد ساعات نقول هذا اكزرسيس على الكرسي، يعني باش نبانك نعملو كيما قال وائل. ميرسي وين. عايشك، ميرسي بوكو. نسمع نشاط وحيويه ونتعداو توا للفار مع عهد كرماويه بعد البوب بيان سور. من الاثنين للجمعه من 9 ل 11 متاع الصباح. وقيت بيا مع بيا الزردي على اي اف ام احلى راديو. اهلا وسهلا بكم على اي اف ام احلى راديو. تنجموا تتواصلوا معنا على الصفحه الرسميه لراديو اي اف ام، وكذلك الكونت انستغرام اي اف ام، وزاد كيف كيف زاد على اي اف ام تي في تتفرجوا فينا وتشوفوا سعاد مبنك توا والفار متاع كرماويه. الفار ويمشي هزنا الفار من قبيله، قلنا باش يهزنا المهرجان عريق، المهرجان كبير اللي هو مهرجان نابل. اليوم نحكيو على مهرجان نابل. ساعة غو بونجور بيا، غو بونجور الناس اللي تسمع فينا على اي اف ام وتفرج فينا على اي اف ام تي في. اليوم نحكيو على مهرجان نابل اللي هو تقريبا عمره اكثر من 30 سنه. السنه مش باش يكون موجود، اهالي نابل السنه مش يتمتعوا بالمهرجان هذا. المهرجان هذا، المهرجان هذا الحقيقه بيا باش نحكي عليه بيع وجله في كيما نقولوا نحن. لفلف مهرجان يجيب في عروض جيده وجيده جدا، يجيب في اسامي تونسيه محلها على الاخر، يخدم يدعم في الشباب، يدعم في الليجون، يدعم في الفنانين. ناس نابل شيخين به المهرجان للاسف. اليوم متنافس للمنطقه مع الحر، مع المهرجان يكون سيف محلها على الاخر. السنه ما فماش مهرجان نابل. معانا مدير المهرجان قاسم منتصر. مرحبا، صباح الخير خويا. صباح الخير، صباح الخير نذكر، صباح الخير عاصم، خير بيا. اهلا وسهلا فينا كل في اي اف ام. سي منتصر والله احنا انا شفت الستاتيو نتاعك البارح، وحاجه معناتها نجم نقول عليها كنت ألم ياسر ياسر. ما هذا معناها؟ شو معناها؟ معناها مهرجان الناس تستنى فيه، معناتها بتستنى فيه كيما الكلنا معناتها اي مهرجان تبع ولايتنا ولا حومتنا ولا واحد، الناس الكل تبدا تستناك باش تفرش في فلان فلتين. ما معنى تم الغاء مهرجان نابل، مهرجان عريق، وزاد ما معنى انه انت معناها تهبط انستاتور؟ قد نقمنا نلقاو انستاتور يقول سيتم الغاء مهرجان، شنو ما هذا؟ انا نحب نصلح حاجه بركي بربي.
أنا مدير بدون مهرجان للآن. ما أنت خلينا نحكي ما عشنا مهرجان. هاي كاو في فيلمين. يعني إذا كان اليوم إحنا نتوجه للسلطة والسلطة ما تحبش تتحرك. يعني قبل كل شيء بلدية نابل مشكورة جدا بالحقيقة، لأنه من اللي بعثنا خاطر تبع فينا إحنا البرنامج طبعا حضروا فيه أكثر من 6 أشهر والبلدية تفاعلت معنا. ونصت المسرح وحضرت ودنيا ما تحاضر المهرجان العروض سيئة معناتها كلمتوا الفنانين عملتوا العقود هي. العقود مصحة وكمور مريقلة ولا كيف؟ خمسة ثلاث حكاية احنا راهو كجمعية رانا ما نخدموش المهرجان قبل بجمعة وجمعتين ولا حتى بشهر وبشهرين. رانا نخدموا فوق 6-7 أشهر نبدأ نحضروا في البرمجة ونمشي نتفرجوا في العروض، نمشي نتفرجنا في تمام حد الشهر، نتفرجنا في المينادي، نتفرجنا في محمد علي التونسي، في ثابر تيزار، نتفرجنا في العروض الجديدة كلها حتى ما نجيبوش عروض على الدوسي برك. رانا نمشي نتفرجوا ونشوفوا ونقيموا العروض هذيا وما نحرموش في الغناء في الجو في السبكتاكل، نمشيو نشوفوهم باش نجموا نعرفوا وين العروض تفتح بمهرجان. قاسم علاش تلغى المهرجان؟ أبار المهرجان يكون عندنا زادة دي زاتولي دي فورماسيون بوغ لي جون برشا خدمة برشا برشا ايه وكمبيتيشنات نتاع اكتشاف مواهب وكان لي تنتير وكونكور. لكن الحماية المدنية كان عندها رأي آخر. الحماية المدنية جات في زيارة المسرح وقالت المسرح غير مؤهل ما تشموش تعملوا فيه لعدة أسباب. السبب الأولاني أنه ما فماش انفاساسيون صارت بين المقاول وبين البلدية وبالتالي ما تشموش لأنه ما زال ما فماش كل كراس الشروط نتاع الكهرباء وكل اللي ديتاي تكنيك هذوكم شو مش حاضرة ما فماش كراس شروط؟ يعني اللي يعملوا ريسبسيون يلزم فما الكراس نتاع الشبكه الكهربائيه وترى شنو اللي هي ديك مازالت ما صارتش على خاطر المقاول مازال ما كملش خدمته. هنا انا راني نحترم راي الحمايه المدنيه ونحترم قاموا بخدمتهم هم خدموا على رواحهم هم يخافوا على رواح الناس والناس هذوك راهم عائلاتنا واخواتنا واصحابنا خاطر كي تصير حاجه ما كي تصير حاجه راهو هما المسؤولين الاولانيين بيان سور واحنا زاد مسؤولين علما راهو المهرجان يخلص في اسيرونس خاطر برمي الاوراق اللي نجيبوهم راهو لازم ندفع اسيرونس على الجمهور. هذا الكل علاش ما تعملش ما تعرفوا سي منتصر معنا هذه احنا عملناه هذا الكل لكن فما اشياء احنا تتجاوزنا كمهرجان تتجاوز حتى البلديه في حد شنو هو مثلا به يعني المقاول ما يجمش يرجع يخدم الا ما يمراقب مصاريف يصادق على الميزانيه باش هو يجم يرجع يخدم. احنا تجاوزنا المرحله هذه مع البلديه راهو ومشينا البلديه مشكوره جدا وقتلنا علاش ليه ما تعملوش ملعب بلدي وقلنا لهم اوكي لانه كان عندنا تجارب في الملعب البلدي وعملنا عروض كبيره جبنا تون امينه فاخذ زياره في علاش اي بوكا شنو المشكل؟ الحمايه المدنيه مشكوره جدا اليوم افهمتني باجابه اللي تجم انت تستغرب منها برشا باهي الكراسي الغير ثابته ممنوعه. شو معناتها الكراسي غير ثابته قلت لك ممنوعه؟ قال لي الكراسي بلاستيك هذوكم اي تحب نبدل الكراسي اخرين نجيب الكراسي حديد مثلا لا سامحني هاو المهرجانات برشا مهرجانات بالكراسي بلاستيك اكزاكتومون. قال لك لا ما مش صحيح قلت له كرتاج فيها كراسي قال لك لا كرتاج راهو صافتين برك ماهوش فيكس الباقي كل فيكس ندعو انا العميل تنقص له انا تيكي زي ابي انا تنقص له تيكي وخليه يمشي يتفرج انا هديه له خليه يمشي يتفرج هو يدخل شاز ويشوف الكراسي غير ثابته صحيح صحيح. كان امبارح مشى المهرجان الاغنيه سيمفونيه في الجم راهو شايف ان الافتتاح تاع الكراسي بالطبيعة الكل الجم الكل وتقريبا اللوطه الكل بالكراسي ماهيش قاسم اليوم الحمايه رفضت ردا قاطعا انه يكون المهرجان موجود بكراسي غير ثابتة. أيوة. قلنا نسالش يا سيدي نحترموا راي الحماية توجهنا للسمعة السمعة كراسي نتاعو ما فماش كراسي جرادان مصبوب صبة دنيا مريقلة بلدية مشكورة هذه السمعة مهرجان تدي عليه السمعة كيف كيف الناس كل تتنى باش تحضروا المهرجان وبدلنا البرمجة في 15 يوم في 15 يعني خدمة 10 طاقة اي شنو صار يا اخي يا اخي ديما ليه تم الغاء حمزة النمرة تم الغاء فايونين تم الغاء مدير خليفة تم الغاء الزيارة وبدينا نخدمه جات الحماية قالت لك لا المسرح هذا ما فيش شهادة وقاية لا عاد يعني 30 سنه مهرجان السمعه يخدم ما تطوش على شهاده وقايه تجي انت اليوم تقول لي شهاده الوقايه الحمايه هي اللي قالت لك ما فماش شهاده وقايه الحمايه المدنيه في جلسه في معتمديه بن خيال بحضور السيد معتمد بن خيال قالت لك راه ما فماش شهاده وقايه انتم تحبوا تخدموا اخدموا او مش في اطار قانوني مش موقع مهرجان في اي لحظه يعني انا نحط صبعي تحت الزرطه يعني في اي وقت انا صح الشيكات بقيمه 540 مليون بعد ما نكمل بقيت عمري في الحبس انا شو هالكارثه هذه اعطيني محضر جلسه خويا تحميني فيه انت اليوم كان جات الدنيا دنيا بيا راهو الجمعيات يحطون فوق رؤوسهم لو جمعيات ناس تخدم مجانا المتطوعين دي بينيفول ما نخلصوش رانا نخدموا على حساب عائلاتنا وحساب جهدنا وحساب وقتنا وحساب اعصابنا وملقريسا نزيد نقاول على الطول الاداريه بي سامحني انا نحب نمشي من الاخر تو سي قاسم منتصر انت حسب رايك علاش هتعطيليت فما حاجه مش عاديه
احنا بدنا مش عارفين. يعني سؤال كبير، علاش في ولايه نابل اليوم مهرجان نابل، مهرجان المعموره، مهرجان سليمان، مهرجان بني خيار، مهرجان قربة، اي مهرجان يقول لك مش نحط كراسي؟ سيد عميد الحمايه المدنيه في مدينه نابل يقول الكراسي غير ثابته ممنوعه وبالقانون وفي الجمهوريه التونسيه كل. ايش نعملوا؟ نبطلوا مهرجانات الجمهوريه التونسيه كل؟ ما كي بطلنا هو فرح شيخ يمشي فايت يمشي عم بحر، علاش يقعدوا على اعصابه؟ مهرجانات تقعد تخدموا ويقعد يجي ولا يتبع في المهرجانات، يمشي فايت هو يلزم يمشي حاول نسكروا نسكروا ونمشي ونسايفوا. أما قاسم العميد سيد العميد مراد مشري قال اللي هو كان متكم بمراسلة ووضح لكم الأمور من الأول ولا لا؟ مش صحيح، مش صحيح. المراسلة اللي بعثها فيها إنه المهرجان إنه المسرح فيه إخلالات وإنه راهو حتى كان مش تخدموا في المسرح ما تحطوش كراسي. يا اخويا نسرك سؤال، انا عادي مثال هو مثال سيد عميد، انا متاكد اللي يسمع فينا ويتبع في الموضوع على خاطر ولا خايف تويك شويه على الحكايه. انا نحب نسال يا اخويا، اوكي المسرح جاهز وما في حتى اخلال، علاش ما تعطينيش 250 كرسي؟ علاش ما تعطينيش كرسي بركه؟ كي تقول لي القانون يمنع، القانون يمنع في نابل فقط ولا في كامل تراب الجمهوريه؟ مش فما يعني فصل 14 هذايا هو اللي هو ينجم يقول لك انا نطبق القانون في الجهه اللي انا مش فما قانون فصل 14 هو ديجا فما قانون فما فصل اي فما قال لك يجاوب فينا قال فما فصل 14 في مجلة الحماية نجينا قرينا الفصل وما فماش تحكيش على الكراسي غير ثابتة اه مش موجود في الفصل ما فماش الفصل مثبتين الفصل 14 في مجلة الوقاية المؤرخ 2009 نمشي نلوج انا الفصل في مجلة الوقاية على الانترنت نجبد الكراسي الكل نقراها 50 فصل ما فماش فصل يحكي على الكراسي غير ثابتة بدليل انه القانون معمول به في العميد اللي قبله ما كانش طبق القانون معناها والعمدين الاخرين كانوا سؤال اخير سؤال اخير سي توا المعلومه وصلت وانا باش نتصلوا برئيسه بلديه نابل السيده بسمه معتوق وسيد العميد بالحمايه سيد العميد مراد مشري اتصلنا به. لكن انا حبيت انا حبيت نسال سي قاسم منتصر، علاش ختمت التدوينه نتاعك بالكلمه هذه؟ انا فهمت منها برشا حاجات. نلتقي في قرطاج، ما معنى شو حبيت تقول؟ نلتقي في قرطاج، علاش قلت نلتقي في قرطاج؟ خلي 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 خليها خليها خلي الناس تفهم. يا هل ترى احنا نعمل زعما كان نمشيو نعملوا مهرجان تاعنا في قرطاج يعني زعما ينحيونا الكريسي سينو كان ما عطاوناش قرطاج؟ نلتقي في قرطاج عند الرئيس لان الموضوع اليوم تجاوز، اليوم الموضوع اليوم تجاوز. سيد الوالي نعرفوا المشغوليات اللي عندها بيا، نعرفوا ليه لاهي بالامور الامنيه وداخلين على الاستفتاء واخوه جزائريين جايين ويتم امنوا البلاد وهذا واجب علينا الناس الكل. لكن شنو حضرنا لهم؟ حضرنا لهم مهرجانات، حضرنا تظاهرات، حضرنا شي حاجه. شنو حضرنا نقول لك اكثر من هكا، انا بسبب البارح بوبليكاسيون تاع عرض ما قبل الافتتاح اللي هو اجاسيرة الازر بن سعد اللي كان باش يكون نهار 14 يعني كان باش يكون غدوه، وبالتالي نلقى روحي نبحث في المركز كيفاش تهبط تدوينة وما تعلمناش احنا شو نهبط تدوينة وما نعلمتش. انت تبحث على تدوينة؟ نبحث على اني هبطت انا تدوينة متاع البليكاسيون متاع كيفاش تهبط انت البليكاسيون وما تجيش تعلمنا احنا دينا كيفاش نعلم المركز؟ احنا باش ناخذوا شوية باش نشوفوا طرف اخر نشوفوا شنو رايه. وشكرا ليك سي قاسم منتصر، وان شاء الله لمجال معناتها باش يتلغى مهرجان معلومة بيا جوست انه اتصلنا صباح بالعميد مراد مشري ورحب قال نجم ندخل معاكم وكل شيء توا اللي قاعدين نتصلوا به ما حبش يزعلنا في التليفون. ان شاء الله ان شاء الله يلقاو نجموا الاولاد يتحصلوا عليه. دونك توا معنا السيده بسمه معتوق رئيس بلديه نابل. الو صباح الخير مدام بسمه. صباح الخير، مرحبا بكم ومرحبا كل مستمعي اي اف ام. مدام كنت تسمع في السيد قاسم منتصر شنو كان يحكي وكان يشكركم على المجهودات اللي قدمتوها. نحب نعرف مدام بسمه وين وصلت الحكايه؟ احنا راهو في كل سنه واحنا لمحاله هما فما عامين اللي ما نشطش فيهم الجمعيه في اطار معناها تنظيم المهرجانات، واحنا في كل سنه في اطار الاستعدادات للتنظيم الفعاليات نتاع المهرجان تقوم بلديه نابل معناها بكل الاعمال اللي هي التحضيريه باش نتقبلوا المهرجان. لكن مع الاسف وكيل عادتنا معناها بعد الحقيقه السنتين اللي احنا عشناهم والظرف الاستثنائي والكورونا اللي ما وقعش فيه تنظيم المهرجان والناس متعطشه كما تعرفوا المواطنين، واحنا المجال الثقافي راهو الحياه الثقافيه البلديه تهتم بها كجانب من الجوانب معناها ولاد الجهه ما عندهمش متنفس اخر الحقيقه احنا قمنا بصيانه معناها المسرح البلدي اللي هو كما ذكر في منتصر وتدعيم الكلام وراه المسرح مازال الى حد الان
ما وقعتش معناها معناها التسليم نتاعو النهائي من الاشغال، ورغم اللي الاشغال توقفت في مده على اساس وقع تسخير المسرح البلدي بنابل معناها للاداره الجهويه للصحه باش تقوم به بعمليه التلقيح، ودامت اشهر معناها من الزمن وعلى اساس خلينا وقتها وقفنا الاشغال، وبعديك باش نعاودوا الاشغال تنطلق. الحقيقه بالامكانيات الموجوده حاولنا باش ننظفنا، حاولنا باش نصلحوه نهائي اولى، رغم اللي هو ما قعش فيه ما خلطناش لان الاستلام النهائي مازال فيه الاشغال، لكن نجموا ناخذوا فيه تسخير اذا كان بالممكن، لكن المشكله مش في المسرح البلدي، المشكله في الحمايه مع الخيال. على اساس عملنا حتى جلسات الأسبوع الفارط مع الحماية، وهي اللي رفضت باش تكون فيه المسرح حتى لو كان فيه تسخير، ثم معناها ما يكونش موجود خاطر ما زالت الريسبسيون ديفينيتيف كما قال، ثم شهادة الوقاية، ثم كذلك معناها رفض التركيز الكراسي البلاستيكية. الحقيقه اللي هي انا بالنسبه لي قلت لهم ما ثم حتى مشكل، عندنا الملعب البلدي بنابل اللي هو متعودين الجمعيه الحقيقه تاخذ معناها، واحنا راهو اغزلي احنا الجمعيه جمعيتنا واحنا قاعدين نعاونوا فيها ندعموا فيها بالمنحه اللي مرتبط لها منحه قرب 25,000 دينار للسنه هذه، ومعناها وموفرين لهم الظروف الطيبه باش يكونوا. خلينا نقدموا شويه، فما حل ولا لا؟ البلديه تنجم تاخذ قرارها. احنا مستعدين، راهو احنا ما عندنا حتى مشكل، احنا كبلديه الملعب موضوع. المساله مش بيديكم، معناها المساله مش بيديكم، احنا مش بيدينا، احنا قلنا سعيد حتى مع السلطة الجهوية باش نشوفوا حل، وقعدنا عملنا جلسة جبنا فيها الاطراف كل مندوب تاع الثقافة شيء ديما ديما موصلتوش مشادين على اساس على اساس لا التاريخية. انا والله شنو نقول، احنا نبعدوا على الجهويات، على الجهويات اخرى في مدن اخرى موجود الكراسي البلاستيك. المواطن النابلي راهو كي يتفرج في التلفزة ويشوف البارح السيدة الوزيرة نتاع الثقافة موجودة في الجم ويشوف الكراسي الكراسي موجودة، علاش هكا؟ علاش احنا نقول لك احنا علاش نابل اشبينا؟ علاش احنا علاش ولدت كاينه بونتو؟ شكون يقول لك؟ مادام بسمه معتوق وفينا الوقت، دونك انتهى الوقت الحقيقه على غالب. جست حاجه بيا باش نعاود نرجع له الموضوع مع السيد العميد مراد مشري ومع السيده بسمه معتوق في الجمعه الجايه باش نزيدوا نتبعوا الحكايه بالجديد. نرجعوا ان شاء الله نتبعوا الموضوع هذا، وان شاء الله ما نسلموا فيه لما يرجع المهرجان والاهالي نابل. دونك تحيه كبيره للفريق اللي خدم معايا، برشا بريسيون اليوم، برشا فقرات، تارو خليل كبوبي ونور بولابيار، شكرا لكم. الاخراج الرقمي وئام رابح، سليمه حمزه ديجيتال، روف الاحمر، وميمه وسلاتي في الاعداد، ايا بالغايب واريج حمروني الاخبار. نلتقي ان شاء الله غدوه في نفس المواد نفس التوقيت. اجمل تحيات بيا زرديه. We'll be right back.